معانا النهاردة حالة جديدة جدا، ده زغلول مصاب إصابة تقريبا فيروسية على إصابة بكتيرية، إسهالات على إن هو مش قادر يقف على رجليه، إصابة عصبية، تشكيلة كده يعني متنوعة. فهي عشان الحالة صعبة، هي حالة فردية يعني اللي ظهرت كده، لكن في زغلولين تانيين أو ثلاثة عندهم إسهالات ظهرت. فانا قررت ان انا اروح للدكتور سامي عوض لما بيكون في حاجة صعبة جدا كده عليا، فانا مش طبيب فبروح للدكتور سامي عوض، هو هو احسن واحد ان هو يقدر يقول لي اعالج ازاي ويقدر يقول لي الاصابات دي من ايه. طيب تعال نروح نشوف الدكتور سامي عوض. ده عمرهم دول والله المفروض كبار يا دكتور، شو صغيرين ده، هم اهاليهم برضت عليهم. دول شوف ازاي يعني فيه اهالي، شو بيبيضهم، اهاليهم بيض عليهم، انا استغربت هم بالمنظر ده واهاليهم بيض عليهم. بدء في النمو يعني مع الدفعة دي. هي بقى بيظهرش الكلام ده غير في الشتاء يا دكتور، ما اعرفش ليه دخلت الشتاء دي، وهتلاقي الشكوى ده عند معظم الناس يعني، مع ان هو موسم الشغل بتاع الحمام اللي هو موسم الشتاء ده، بتحس ان هو ما بيهضمش كويس. هنشرح ليه. طيب اغسل، نيجي المعمل. طيب مديله انتنال امبارح، رجعه انتنال بالليل ده لما شفت الاسهال ده، يعني معناها ان ما هضموش من بالليل، معناها ان هو ما تصرفش يعني. الفولة دي حباية فول هي اللي عاملة كده، دي حباية فول فول مش كاملة. مهضومة. قفلت دي حوصل. بس هو بياكل فول عموما يا دكتور، يعني بيبقى فيه مشكلة الفول على الزغاليل، الأهل اللي بتاكله وتأكلهم. الفول البلدي مفيش مشكلة طالما إن هو مفيش فيه مشاكل عفن، بس هو ممكن يكون العيش عندك مصدر العفن، مش يصور لي بقدود كده قوي الأمعاء، طلعها لك بس كده مناطق. دي ملتهبة ولا ايه يا دكتور؟ ده فيها دم؟ في التهاب فيها اللون اللي هو الجري اللي هو الرمادي ده، بعد كده اللون المخلفي شوية، بعد كده اللون الأصفر، ده كل ده التهابات في الأمعاء بس مراحل. القلب هنا في عندنا مشكلة برضه، ماهوش واخد شكل المثلثي أو الشكل متضخم يعني مثلا؟ في التضخم وفي ده أسبابه ايه يا دكتور؟ خلل في القلب؟ العضلة وطبعا نتيجة ال طب هو انا كنت دبحت الزغاليل كان فيها الرئة لونها متغير يا دكتور، ممكن نشوف برضه الرئة بتاعته كده؟ هي كده الرئة هنا برضه متفقنة يعني، مفيش حاجة يعني الحمد لله، مش كانكر برضه، الرجلين ضعيفة. هي حالات فردية، هو مش كله كده، احنا عندنا ان شاء الله يعني في زغاليل كويسة، بس انا بلاحق في البدايات يعني، ما بنستناش لما ينتشر وده يتشخص يا دكتور يعني يبقى ايه؟ ده هيبقى الاسهال اللي موجود ده نتيجة سموم فطرية موجودة في العنق، طبعا ده بيأثر مناعيا على بعض البكتيريا والفيروسات، لكن الاسهال بقى بالشكل ده هنشتغل على على الفيروس كإصابة فيروسية، طبعا في إصابة بكتيرية ثانوية بس هنشتغل على الفيروس لأن هو اللي بدأ يعمل الأعراض العصبية
تمام الطائر التاني اللي هو تمام اللي احنا شفناه اللي هو ده بسبب العيش يا دكتور يعني؟ بسبب السموم الفطريه. انا من دول الكلفه غلت فحطيت عيش، انا ما كنتش بحطه زمان. لا هو بالتاكيد طبعا ارتفاع اسعار العلقه والصويا والخامات هو اللي خلى الناس تبحث عن بدائل. عندنا في بدائل تانية انا هكلمك فيها دلوقتي بالتفصيل. طيب ربنا يكرمك يا دكتور باذن الله، واحنا بنحط ربنا يكرمك يا دكتور. اتفضل يا دكتور. هنبدا ان شاء الله بالجرعه بتاعه رينوبان مع الليكت بلوم ده، علشان لمده 3 ايام هنحسن بيها اداء وظائف الكليه والكبد مع اعطاء مضاد فيروسي لمده 3 ايام. ده اللي هو اول واحد يا دكتور، هو الجرعه الاولى. اه 15 جرام رينوبان مع 10 سم ليكت بلوم. ده الليكت بلوم ده محفز مناعي ومضاد فيروسي قوي، مع الرينوبان منشط لوظائف الكليه والكبد لمده 3 ايام. الثلاث ايام اللي بعديهم هنبدا نشتغل على المضاد الحيوي، والاثنين اللي احنا مختارينهم الابرامايسين والكولوستاف، دول الاثنين دول بيشتغلوا على الانتريك بكتيريا وبيشتغلوا الى حد ما موضعي، بالاضافه الى يعني عدم تاثيرهم بشكل سلبي على وظائف الكليه. تمام. فاحنا مختارين حاجات تبقى تاثيراتها موضعيه ولا تؤثر سلبا على وظائف ما تاثرش على الكلى. تمام. بعد المضاد الحيوي بالتاكيد البكتيريا النافعه اللي هي دول كام يوم برضه يا دكتور؟ معلش ثلاثة. ده هنا ثلاثة في الاول وبعدين ثلاثة مرة تانية. بعد البكتيريا، بعد المضاد الحيوي دايما المضاد الحيوي بيقلل البكتيريا النافعه داخل الامعاء. بالظبط. فبنعمل حاجه اسمها اعاده يعني ايه تنشيط البكتيريا النافعه، تنشيط البكتيريا النافعه وتموضع للبكتيريا النافعه زي ما بنعمل الخميره كده. فبنحط الخمائر، بنحط البكتيريا النافعه، بنحط الفيتامينات معاها، ودايما بنحط يا اما ان عندنا بالنسبه للبيطري بروتيك 15 جرام او جواردو مع مخلوط فيتامينات واحماض امينيه. والاحماض الامينيه مهمه جدا جدا اثناء وجود المشاكل الفطريه، لانها السموم الفطريه بتاثر على امتصاص الاحماض الامينيه. ده اللي هو بتاع ايه يا دكتور؟ ده مضاد فيروسي. تمام. ده المضاد الفيروسي ده اللي هنمشي عليه الثلاث ايام الاولانيين. الرينوبان او الرينوبان بلس عشان نظبط. وده لا معاه ده معاه. تمام ماشي. الرينوبان ما شاء الله عبي. ده اللي هم 6 جرام؟ 6 جرام معلقة شاي مساحة. تمام. ده هو ده. في النهاية بنشكركم ونشكر الدكتور سامي عوض، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله. نرجو منك تعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة لو كنتش مشترك، فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم.